مرحبا. مرحبتين. كيفنا؟ صف المسرح مع بيتي فرصة للطلاب ليسافروا بالخيال، يطلعوا من حالهم ويعيشوا مغامرات لا على البال ولا على الخاطر بمشاعرهم المختلفة. أنا هلأ بدي خلي شانتال تلعب دور رفيقتك. قالت لك تعي معي على القهوة، في رفيق يعني جاي برفيقه لذيذ وهيك بغني نعرفك عليه بجنن بياخد العقل، وطلع هيدا رفيق تقيل الدم وغليظ بدكم تتخانعوا. هودا اللي قلت لي علي حلو؟ شو فيه هلا؟ أنا كنت قاعدة بس بتبهدل، مش أي حاجة تانية بتحصل. ما تبانش نكد هايدي. ده راجل رخم، ده أرخم واحد شفته في حياتي. ما بدلك لا لا أنت مش مقدرة. ما بدلك زعلانة أنا، ما عم فيكي توصلي بالفن لأنه ما في حدا يدعمك، جبت لك حدا يدعمك، هلا هيك عم تحكي معي؟ وين الجميل تبع الرفقة؟ وين؟ يعني أنا وحشة؟ يعني أنا بغني وحش وإنسانة وحشة؟ فهميني دلوقتي. أنت ما غنيت منيح أول شيء؟ لا غنيت كويس. ايدك جنيت كويس على ايدك رح جنيت كويس وغصب عنك وغصب عنه وخد الدرج ده اسمه بقى تحيتك ما غنيت منيح اخس عليكي يا غشاشه يا كدابه انا كدابه يا دحلابه يا شعر عيره ولون خميره انت بتقولي ايه يا مارون جلاسي وعطب يا فرو الشيك ورطب يا فريشيدال مريان وشطب وهالو بسلامتها بتقول هالو بدل ما تقول وشوبش انت اللي 60 شوبش انا يا رد الرد يا مصطبه هد اخرسي يا عود مليان شوك من غير ورد يا ابره مصديه يا عصايه النقريه يا فستان سواري وبقى جلابيه بس يا بنت وهي يا ريكوردر عطلان يا اوتوموبيل فسدان يا كرسي خرزان وهلو هلو طب تعالي اي ماماتي يا باباتي اي ماماتي يا باباتي ودك شويه كده انت غبيه انت غبيه بالمبدأ الطلاب الأكاديمية 24 على 24، لكن بصف المسرح ممكن يغادروا للمكان يلي بيريدوه عشرت يرجعوا ويتابعوا مغامرة النجاح. مهضومة كتير مهضومة كتير مهضومة شهدكم.